كل الناس الكل مرحبا بكم حلقة جديدة كالعادة على قناة الحوار التونسي من برنامج نهاركم فل. اليوم 3/1/2022 دخلنا في ثاني شهر من العام الجديد، إن شاء الله ديما أنتم بصحة وإن شاء الله أنتم بخير وإن شاء الله ديما فيدل وتتفرجوا فينا على قناة الحوار التونسي في برنامج نهاركم فل، من خلاله نحاول نعديو لكم برشا بوزيتيفيتي برشا نصايح مع نوز انفيتي نوز اكسبير وديما نكونوا موجودين باش نعطيو لكم نصيحة لو بلوس avec nos experts et bien sûr le tabakh tatib lebnin ma chef dali bahdina في الليميسيون. شنو اهم المواضيع اللي نحكيوا عليها اليوم في برنامج نهاركم فل؟ اليوم نحكيوا في فاميلي على لي فامي ريكومبوزي، الناس اللي تلقاهم مطلقين ويعاودوا حياتهم وكل واحد عنده حياته، ساعات عنده صغاره عنده توت ان فيكو ويعاودوا من اول جديد يحبوا يبنيوا حياه مع بعضهم. شنو الصعوبات اللي لقاوها في علاقه بالعلاقه الجديده هذيا بال وجود صغارهم في حياتهم، كيفاش ينجموا يوفقوا في الحياة الجديدة هذية زوز عائلات ريكومبوزي من أول وجديد. عنا دي تيمونياج مع ناس عاشت التجربة هذية وزادة شوي آخر أن سبيسياليست يحكي لنا على أهم النصايح والطريقة اللي بها نجموا ننجحوا النوعية هذه من العلاقات. اليوم في نهاركم فل نحكيو بوتي اي نوتر اكسبير أسامة سولي يجي بحذنا باش يعطينا الطريقة الصحيحة اللي بها نختاروا لو فون دو تان اللي يمشي مع وجهنا مع بدننا مع لون البشرة متاعنا، على خاطر مالوغوزمون فما ديفو با ساعات نلقاو لون الوجه مش ماشي مع الرقبة وبقية البدن، يا أغمق يا أفتح، كيفاش نختاروا ونعملوا لو بون شوا. شوية آخر أسامة السولي يجاوبنا على هذايا الكل في نهاركم فل اليوم. وبدل حياتك، ديما نحبوا نعطيكم نصيحة تخلي تبدل حياتنا المخير. الناس اللي تعاني من مشكل ريتونسيون دو يقول لك أنا ديما عندي نفخ في بدني، ديما عندي لا ريتونسيون دو، كيفاش نفرقوا بين وحاجات أخرى يمكن تخلي البدن نحسه هكا شوية منفوخ في الساقين في برشا بلايس من البدن، وكذلك شنو الأسباب اللي تخلي عنا ريتونسيون دو والحلول تقدموا لنا أخصائية في التغذية بعد شوية في بدل حياتك. ليكسبير دو جور اليوم شي يكون اون اوتوموبيل باش يعطينا نصائح احنا الناس العاديين من غير ما تستحق تمشي الكاراجيست، كيفاش نجم تتفقد وحدك حاجات الصباح قبل ما ديماري كرهبتك، تشوف شنو اللي ناقص شنو اللي زايد، حاجات سامبل ينجموا رجال ولا نساء حتى اللي ما يفهمش الميكانيك ينجم يعملهم دي جيست سامبل باش يفهم كرهبته شنو ناقصها، كان لازم يعديها للميكانيسيان للكاراجيست والا لا. هذايا بعد شويه في ليكسبير دو جور بيان سور الى جايين بلي كونساي اون انيمالري سبور مع كاليفورنيا جيم وقيادة الزانيمو والطبخ والبنة مع الشيف دالي. مرحبا بكم، برشا فقرات أخرى نكتشفوها أوفوغي مزيوغ في حلقتنا اليوم من برنامج نهاركم فل. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، وميرسي اللي عديتوا معنا الصبحية هذه على قناة الحوار التونسي. ديريكتومون نمشيو للشيف دالي نسلموا عليه ونتعرفوا على المنيو اللي حضرونا اليوم. يلا صباح النور ونهارك فل شيف. اهلا وسهلا، شحوالك يا بيس؟ اسعد الايام. سافا؟ سافا. ابتسامه و... ومحضر لي زانغريديون نتاعك الكل والخضروات الفريشكه واللحم والدنيا الكل. ايش عندنا منيو اليوم؟ اول حاجه عندنا سلطه بالكبده نتاع الدجاج والقناري. ايه. عرفوا المنافع نتاع الكبده نتاع الدجاج. دونك ريش اون اوميغا 3 كيف كيف القناريه زاد المنافع نتاعها، وسلايتتنا فيها الخضره اللي هي الليتو وشويه طماط سوغيز وشويه زاده كيف كيف روكيت. باهي. هذه السلطه نتاعنا. سلاد هيلثي. Voilà. Ou bien sûr, je vais aller chercher fromage gruyère. Ben. OK. Donc, هذه السلطة. من بعد في البلا برينسيبال عندنا شربة مفورة بالعلوش. دونك عندنا الكتلات نتاع العلوش نتاع كوستيلي، دونك الحيمة تبارك الله فريشكا وهايلة، وعندنا زادة كيف كيف الشربة المفورة، الشربة لسان عصفور نتاع ليبيدور، وعندنا زادة كيف كيف تومات دوبل كونسونتخي وتوزويزة نتاع سيكا. فوالا هذايا في الشربة المفورة. من بعد في الديسير عندنا كرامبل. كرامبل معناها باش نعملوه في مول صغار، في كعبات مول صغار بالتفاح والكريمة تختيني نتاع فانواس. كريمة تختيني باش نعملوا كريمة تختيني نوازيت جديدة، وباش نعملوا زادة كيف كيف كريمة تختيني بالسبيكيلوس، باش نعملوا كعيبتين.
كابتين نتاع كرامبل اللي هو فيهم الروز والمارغرين كعبالي كعبالي فوالا كيف كيف باش نقص الناس اللي تفرجوا فينا دونك حضروا روحكم خذوا لي زانغريديون تبعوا الطريقه نتاع الشيف دالي على خاطر قداش من مره يعطينا لو بتي بلوس نتاع الشيف الحاجه اللي ساعات ما تجيش البال واحد يزيدها تزين وتبنن الحاجه بي شيف خلينا نمشيو للميتيو ديريكتومون نشوفوا احوال الطقس ومن بعد نرجعوا معاك نلانسيو اول بلا بار لا سويت شربان فورا نبداو بالشربان فورا انتو طون احنا شوفوا حالة الطقس والتوقعات الجوية لنهار اليوم وهنا رجعين. مرحبا بكم في برنامج نهاركم فل. الناس اللي تابعوا فينا كل يوم اكيد تعودتوا بالروبريك هذه اللي تتعدى معنا يوميا مع كاليفورنيا جيم كونساي جيم باي كاليفورنيا جيم اللي تلقاو فيها نصيحه تلقاو فيها تصحيح الافكار مغلوطه كانت عندنا بارابور الممارسه معينه نتاع تمارين ولا نتاع رياضه تلقاو نصائح في النوتريسيون في الفيتنس كل شيء في الفقره هذه كل ما يهمكم كسوسوا ناويين باش تعملوا سبور سائده موتيفي هكا وتعطيكم شويه موتيفاسيون والا الناس اللي تحب تعمل حاجة بطريقة صحيحة وتحب تتبع نصايح الصحاح كل يوم تابعوا كونسيل جيم باي كاليفورنيا جيم في نهاركم فل. صباح النور ناس الكل، مرحبا بكم اليوم في كونسيل جيم باي كاليفورنيا جيم. قدم لكم روحي الكوتش فاتح الدبيب. صحيح ما غلطتش على شنو باش نحكي كي نزيد البروغرام نتاعي الناتاسيون حاجه غلطه ولا حاجه صحيحه حاجه صحيحه على الاخر على خاطر تعاونك باش تقوي في الانفيرونس نتاعك في الريسبيراسيون والحاجه الثالثه كومون جو ريكوبير ولي ريكوبيراسيون تاعي كثير في نجمو نزيدو دو 2 ا 3 فوا بار سيمين الناتاسيون هكاك نلقاو اون بون ريزولتا اليوم جاوبناكم صحيح غلط ديريكتومون نمشيو مع بعضنا لدقيقة نوتريسيون. في دقيقة نوتريسيون تاع اليوم نو زالون نو انتيريسي على فالور نوتريسيونيل دي زاموند اللي نلقاو عندهم اون كومبوزيسيون ريش اون بروتيين اون فير اون كالسيوم اي اون ميغا 9. هنا لور كونسوماسيون والا لي كونسومي با نو ايدي ا بريفينير سارتين مالادي كارديو فاسكولير ليبر كوليستيرولمي اي سورتو بوستي لا ميموار. Pour un sportif, c'est une aubaine vu leur teneur riche en protéines végétales. Par contre, idéalement, il faut les consommer crus, ni grillés, ni salés, pour que nous ne puissions pas avoir les vertus de leur. نصيحة فيتنس نتاع اليوم. نصيحتنا ليكم سهلة. انتيغري la musculation pour brûler des calories. Et surtout pour les femmes. هكاك تنقص الماس غريسوز تربح. اون بتيت ماس مسكولير اللي اكثر من هذا الكل تكون عندها سيلويت مزيان. على عكس اللي يقولوه الناس الكل اللي هي لي فام ما يلزمهمش يعملوا مسكولاسيون. بالعكس يعاونهم بالكدا بالكدا بالكدا. يعني يسوفي تخدم تلقى. مسكولاسيون هي الحل ابار الكارديو. استناونا في نصيحه واحده اخرى في نصيحه فيتنس.
توا ديريكتومون نتعداو الكاليفورنيا جيم جاوب. كان عندك سؤال يخص الفيتنس ولا النيوتريسيون، لي زيكسبير دو كاليفورنيا جيم يجاوبو. ما عليك كان تبعث ميساج على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم، كل يوم نختارو سؤال نجاوبو عليه. وتوا جا وقت سؤال اليوم. اليوم في كاليفورنيا جيم جاوبك، يجينا سؤال كومون كوريجي نوتر بوستور مع لي موفيز هابيتود اللي عندنا نتاع نشد التليفون ويكون راسي مطبس، ومع الخدمه سواء بيروتيك والا واقف اوتوماتيكمون باش نحس روحي البوستور نتاعي مقدم لقدام. الوغ عندنا دي زيكزارسيس دو رونفورسمون موسكولير، سورتو البارتي تاع لاشين بوستيريور. كي نحكيو على لي زيكزارسيس اللي هما تيراج، سواء تيراج فيرتيكال والا تيراج هوريزونتال، داكور بيه. وعندنا aussi حاجه اخرى، لي زيكزارسيس اللي يصيروا في لي كور كوليكتيف كيما نحكيو على البادي بامب اللي هو يعطيك ليكزيكسيون وسيبل وكيفاش تاخو البار نتاعك ولا داخل تاخو لي بوالي. متفاهمين فيه؟ نزيدو حاجه ثالثه اللي هما تخوا كور اخرين ساهلين على الاخر، اللي هما بيلات بودي بالانس واليوغا، يعاونونا باش نصلحو البوستيغ نتاعنا بالكدا. ونستناوكم كي العاده والعوايد في سؤال واحد اخر، وكاليفورنيا جيم جاوبكم عليه. كاليفورنيا جيم تربح كل جمعة أن أبونمون بلو باسبور دو 3 موا. باش تشارك وتربح، جاوب على السؤال اللي تلقاه كل يوم على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم. شيف دالي، اهلا وسهلا. ايوا شنو اموركم مع السبور في العام الجديد؟ كنا نشوفوا في لي كونسيي. شوف شوف ضعفت، ما عادش عندي كرش، ما عندي حتى شيء. انا حاسك شربتها. لي فخوش ما ضعفت شوي، ضعفت شوي ولا شوي ضعفت شوي. امينه ملي وليت نخدم في نهاركم فل يذولي باش نسمن شوي، وانا نعم في فور باش نضعف. كل مره ذوق منا ذوق منا ذوق شوي شوي. تقول انت هي انا ما نفيقش بروحي ناكل، نقول ذويقه، هي ذويقه ذويقه، هي تسمن في بالك، ذويقه تسمن، ذويقه تسمن. ان شاء الله ان شاء الله. بون انت مادام طيبه بنين ما عنديش حل. امورك قال لك ما عنديش. شيف دالي، الشوربه نتاعنا لانسيناها الحمل علوش. دونك اول حاجه حطينا الزيت كما قلنا ديما كل شيء على البارد كيبدا الحمل علوش. دونك حطينا البصل والزيت والحمص والكعيبات الحم الكتلات نتاعنا. ايوا باش نزيدوا شويه فلفل زينه نتاع بهارات نابل عطوه زويزه، وشويه فلفل اكحل باهي انا، وشويه كيف كيف ملح. هذا كله تفويح للشوربه نتاعنا. انا وتو باش ناخذوا طوماط دوبل كونسونتري نتاع سيكام انا، ومش نعملوا مغرفتين بالضبط، مغرفتين من الطماطم. باهي هذايا الصوص نتاعنا، هذايا الصوص نتاعنا ودهنينا عليه كيما قلنا كل شيء يتحط على البيت. باهي والشوربه تستحق للكاسكاس من الفوق. بيان سور باش نفوروا في الكاسكاس. باهي دونك باش ناخذوا الشوربه سين عصفور نتاعنا اللي قلنا لونغ دوازو نتاع ليبيدور. اي انا باش تخدم باش تحضرها هوني بشويه. وي باش تخلط غاديك بشويه زيت، زيت زيتونه وكيف كيف باش نحط لها شويه ملح وشويه زاده كيف كيف حتى هي الكركم. انا باش نعمل زوز بكويت بركه، زوز بكويت باهين يبذر، هو بعد باهين يبذر اي تكبر كعب. وانت شايف كي طيب من نوع اللي تفور وكهو ولا تجمرها بعد في الكوشه ولا في الغاز ولا ما هي ما تستحقش، مش كيما النواصر جوست تفويرها كهو. اما اللي يحب يجمر اي نجم يجمر اي نجم. دونك شويه ملح باهي، وشويه كيما قلنا فلفل اكحل، وباش نزيدوا شويه كركم، شويه كركم زاده باهي ولا، وشويه زيت ونحطوها تفور على ونخلطوها بالكدا هنا باهي، خلطوها بالكدا ونخليوها تتفور على روحها، تتفور على روحها. دونك هذايا الغسيت الاولى تهنينا عليها اللي هي شربه مفوره بالعلوش والخضره نتاعنا من بعد. بيان سور انت اونتر تون باش تقدم شويه في السلاطه، نذكر السلاطه باش تحط فيها القناريه، هيا فوالا قناريه كبده، والكبده نتاع الدجاج بعد ما فوحناها بالملح والفلفل الاكحل باش نشويوها الكبده نخليوها تبرد نقصوها وهذيك اللي باش نزينوا بها السلاطه مع الخضروات الاخرى اللي عندك، البروكيت والليتشي والطماط سوريز وكل شيء. تري بيان شيف، ما تفلتش الديسير لما نجي ديسير مع بعضنا. ديسير مع بعضنا. اونتر تون حبيت نسالك، انت تفهم شويه في الميكانيك ولا؟ والله شويه ليندا، معناتها جونغ كي تحل كابوت اي بيان سور تعرف كهرباء ناقصه ماء ناقصه زيت هذوك الكل تعرف بيان سور تتفقد العجالي تبدا شي وحدك معناتها هذايا من غير ما تمشي الكراجيست وحدي، ما هو مره في الجمعه باش تفقد كهرباء فوالا. ها باش نشوف اذا كان اللي سميتهم الكل
فما حاجات اخرين نجموا نفقدوهم وحدنا ولا لا، هذيك علاش باش نجاوب على هذا كل يوم في ليكسبير دو جور. الشخص وحده ينجم يتفقد بعض الحاجات في الكهرباء نتاعو من غير ما يمشي للكاراجيست كل صباح ولا نهار بعد نهار، تنشوفوا اكل ريتم وحدكم تنجموا تتفقدوا حاجات سامبل كيما كان يشم فيهم الشيف دالي. ساعات تفيق بحاجه تمنع كهرباء كامله، هكا نلخص الماء كنقص الماء باش تمنع الكهرباء من مشاكل كبيره برشا. اليوم نحكيوا على الموضوع هذايا ونجيبوا على التساؤلات هذه ونعطيكم لي بون كونساي في ليكسبير دو جور جوست بعد بوز مع البوب. رجعنا معكم في برنامج نهاركم فل، مرحبا بكم الناس الكل. شوي خير برشا مواضيع باش تهمكم سيغتانمون في ليميسيون اليوم في فاميلي، نحكيو على لي فامي ريكومبوزي، كيفاش اليوم نجمو نشحو علاقة مع زوز أشخاص أو بين زوز أشخاص اللي كل واحد يلافي أن فيكو، زوز مطلقين، زوز كان عندهم صغيرات باش يعاودوا يبنيوا حياة من نول وجديد، شنو الصعوبات اللي يلقاوها وكيفاش ينجمو ينجحوا العلاقة هذا كل نجاوبوا عليه بعد شوية في فاميلي. وباش نعمل طلة بعد لحظات مع الشيف دالي نشوفوه وين وصل في المنيو بتاعنا، ولكن قبل وقبل ما نخرجوا فاصل قلت لكم انه الموضوع اللي باش نحكيوا عليه ونرجعوا معاه هو ليكسبير دو جور. نحكيوا على لي بون جيست، حاجات سامبل نجموا نعملوهم وحده باش تفقدوا الكهرباء ونمنعوها من برشا مشاكل وديبان ينجموا يصيروا لها. باش يجاوبنا على هذا الكل مشكور يحضر معنا في البلاتو سي مرشد بالحارث نائب رئيس جمعيه تونس للسلامه المروريه. مرحبا بك سي مرشد. مرحبا، نورتنا يا سيدي. يعطيك الصحة، عيشك. مرحبا بك. سي مرشد، الكهرباء لازمها اللهوة، لازمها لونتروتيان، فما لونتروتيان اللي تعمل عند كاراجيست وحكينا عليه في حلقة سابقة قبل، وفما الحاجات اللي واحد وحده مسيو تو الموند ما يفهمش في الميكانيك، أما يلزمو يتفقد ويطل دو تون زون تون اش عنده اش ناقص زايد في الكهرباء. شنو ما أهم الحاجات اللي وحدنا معناتها كو سوا واحد مش سبيسياليست ينجم يتفقدهم في كهربته؟ أهم حوايج هما بطبيعة الحال الحوايج اللي نتفقدوهم باش ما نقعوش في معناها في بان كبيرة أو معناها نحافظوا على سياراتنا. هذايا معناها أهم حاجة نجم نعملوها، منها بطبيعة الحال تفقد الزيت، زيت الموتور أي أولا، وزاد كيف كيف زيت متاع الفران. وهذا معناها بالنسبة لبرشا ناس يعتبروه حاجة خاصة بالنسبة للنساء. أي نساء تقول لك أنا نسوق وتو نهز كراجيست يشوف، لكن تنجم ثبت وحدها بطبيعة الحال. بطبيعة الحال، ودايور معناها اللي صنعوا السيارة عملوا حوايج اللي هي سهلة باش سمبليفي، كما مثلا الزيت. الزيت والا الماء فما معناها كدبوزة وفيها وداير نشوفوها في قاعدين نشوفوا في التصاور، معناها تلقى الماكس والمينيموم والماكسيموم. دونك وين يجي معناتها النيفو نتاع الماء ولا نتاع الزيت لازم يكون فك النيفو هذاك كي يبدا تحته، رانا يلزمنا نبدلوا الزيت ولا نبدلوا معناتها الماء باش بطبيعة الحال نحافظوا على سيارتنا. زاد كيف كيف نطولوا عمرها، عمر السيارة، معناتها قد ما تحافظ على سيارتك قد ما عمرها يطول وقد ما معناها المصروف ينقص. ينقص بالضبط بطبيعة الحال. بخلاف الزيت وبالماء شنو الحاجات الأخرى نجموا نتفقدوها بصفة دورية؟ ما نعرفش مثلا قبيلة شيف دالي سألته قال لي العجالي زاد كيف كيف واحد نتفقد نشوف شنو ناقص شنو زايد. العجالي خاصة بالنسبة معناتها الهواء في العجالي، وهذا معناها موضوع هو سهل لكن يلزمه شويه معرفه. بطبيعه الحال قول قايل احنا قداش نحطوا من معناها الهواء قداش؟ سهل برشا، هو كل معناها السائق يحل الباب نتاعو يلقى اتيكيت محطوطه في الباب لاصقه في الباب فيها معناها كل عجله قداش يلزمها تحط لها من هو مش يقولوا في الشتاء او في الصيف مش نفس ولا كيف كيف؟ بطبيعة الحال في الصيف بطبيعة الحال مش كيف كيف باعتبار معناتها السخانة. حاجة أخرى زادة هو كونه يلزم نقيسوا العجالي والكهرباء باردة.
مش مشينا بها وتمور. لا مشينا بها اقل من 5 كيلومترات. كان نجيو بها اكثر من 5 كيلومترات يلزم كي نحطوا على الهواء في العجله يلزم نزيدوها 0.3 بار. بون نقولوا احنا كيلو بلغتنا احنا نقولوا كيلو، اما البار هي لونيتي دو ميزور نتاع البريسيون. على خاطر كانت العجله ديلاتي اكثر من اللازم من ميزور نتاع الكياس. يعطيك الصحه. فوالا بون سي ان بون كونساي. انا بيجي نتعلم راه في الغبري كثر ساعات نشد لوتوروت ونتذكر وصل لوتوروت ما تفقدش العجيل، يقول اول كيوسك نتفقد العجيل، دونك لازم واحد يزيد 0.3 على كل عجلة تقريبا. كان مشى بها بالقدا معناتها قبل ما يقيس البريسيون. فوالا دونك الحاجات اللي كنت احكي عليهم اذا كان واحد ما تفقدهمش، شنو هو مثلا الماء كي ينقص ولا الزيت نتاع الكهرباء وانت شنو هو اللي ديغال ينجموا يكونوا معناتها الامباكت على الكهرباء؟ اسكو تنجم تكون فما دي بان ولا حتى مصروف كبير بعد يتحل على بطبيعة الحال. هو معناها اذا انسان ما خاصة بالنسبة للزيت والماء هما الحوايج اللي يخليوا الموتور يدور أليز في وسط معناتها في مرتاح. اي اذا تنقص منه حاجة مثلا الماء ينقص له بطبيعة الحال يسخن برشا، كي يسخن ثم قطايع في السيارة اللي هي تتهرى أكثر أكثر مع أكثر وتوصل معناها حتى السيارة تقف معناها كريمو فهمتني، يقولوا معناها يتخلط خاطر فما ثم كومبارتيمون في الكهرباء نتاع ماء وفما كومبارتيمون نتاع زيت، ساعة ساعة بالسخانة الحاجة اللي هي تفرق ما بين هذوما لي برودوي هذوما زوز تتحرق وهذاك علاش يقول تخلط الماء مع الزيت وقتها يسميوه جوانت كولاس. اي يعطيك الصحه هاك تعرف ريت نتعلم قلت لك من الغبريك هذاك علاش نحبوا الناس تفرجوا فينا يتعلموا خاطر ابارامون جوانت كولاس مصروف يولي هكا ولا شيف دالي برشا مصروف يوصل قداش تقريبا؟ قداش سمرشت 3 ملايين لي غاليه ياسر انت اسواق غاليه ما تصلحوش عنده سمرشت قداش معناتها بالحق تكلف برشا جوانت كولاس تكلف بطبيعة الحال هو معناها من جملة الليبان الكبار اللي في الكهرباء اللي هما معناتها يستحقوا مصروف كبير بالنسبة لي. آخر سؤال سي مرشد بالحال في رئيس جمعية تونس السلامة المرورية، وأنت في السلامة المرورية بخلاف اللي باش يتفقدوا الشخص في كرهبته الحاجات هذوما سامبل أنت قلت معناتها لي بون جيست وقت اللي يسوق كرهبته شنو من الحاجات اللي نبقوا السائق اللي كرهبته لازم يهزها مثلا الكراجيست باغ اكزومبل؟ فما شكون يقول لك الكهرباء تهرب بيا ماهيش ستابل على الكياس، فما اشكاليات مخطره يمكن لازمنا نقفوا ونقولوا ستوب كهرباء لازمها تدخل الكراج ولا نهزها تعمل دياغنوستيك ولا شنو من الحاجات هي؟ في الحقيقه تابلو دبور هو اللي نجم يشعر السائق اللي راهو عندك مشكله في سيارتك. دونك اذا نعرفوا كيفاش نقراو معناها الحوايج الموجودين في التابلو دبور نجم يعاوننا بطبيعه الحال وكل معناها اللمبوبات الموجودين برشا ناس ما يعرفوش يعني دي بدرا تيموان يشعل لازم نعرفوا اللي ثم حاجه خطيره اللي هي تستاهل باش الكهرباء تاخف وباش نهزوها الميكانسيان. فما برشا حوايج ينجموا يقعوا للسياره وتنجم معناتها تكون خطيره وتكون معناها تتسبب في حوادث. احنا نحكيو على الزيت، زيت الفران اذا ينقص يوصل معناها لدرجه ينقص ينجم يتسبب في حوادث كبيره وقعت من جراء معناها اللي الزيت ينقص من السياره والسائق يبدا ما يفيقش به. فوالا دونك المهم واحد يتفقد والاهم كما قلت انت وقت اللي ما يعرفش يمشي ليزيكسبير يمشي للكاراجيست باش يتفقد كرهبته بصفه دوريه يكون مواظب على ليزونتروتيان. وانتم كجمعيه تونس للسلامه المروريه صدعناكم اكثر من مره حكينا على ارقام على دي شيفخ في علاقه حكينا على الضبيب كان تذكروا في حلقات سابقه. ان شاء الله تجيب حنينه مره اخرى سي مرشد كل مره نعطيو معلومه نعطيو نصيحه للناس
الناس يتفرجوا فينا نبسطوها المعلومه، خلينا نكونوا مع السلامه الموريه حاجه ان بو فلويد باش نردوا بالنا ونقصوا خاصه من الارقام اللي ريناها مالوغوزمون في العام اللي فات في علاقه بالحوادث. حبيت تعلق حاجه؟ ثم حويجه حبيت نضيفها. واحنا في فصل الشتاء لي زيسوي غلاس والاهميه نتاعهم لي غلاس لانهم ينجموا يمنعوا من حادث بيان سور. الرؤيه تكون اول وزيد حاجه اخرى زاد اكل البرودوي اللي نصبوه باش ينظف البلار عنده قيمه كبيره ياسر. ماهوش ثانوي معناتها بطبيعه الحال، ماهوش ثانوي معناتها، مش حاجه لوكس معناها، هي حاجه اساسيه وهي تنظف معناتها البلار والرؤيه تكون خير. باش تكون الرؤيه خير. صحيح جو كونفيرم، وهذا يذولي من بين الحاجات اللي من الاول حطيناهم مع الحاجات اللي عبد عادي نجم يعملهم، باش تصب الماء بتاع بطبيعه الحال. بطبيعه الحال الكاراجيست. نشكرك برشا سي مرشد بالحارث نائب رئيس جمعيه تونس للسلامه المروريه اللي حضرت معنا اليوم في الاكسبير دو جور، وميرسي على النصائح اللي قدمتهم للمشاهدين نتاعنا. احنا لي كونساي مازالوا متواصلين، هذاك علاش باش نمشيو لوقايه الزانيمو، مهمة العناية بالحيوانات، الناس اللي تربي في انيمال دو كومباني في الدار، ماكلتهم، نظافتهم، صحتهم حاجة مهمة برشا، هذاك علاش كونساي جديد نكتشفوه اليوم مع وقاية زانيمو، وهنا راجعين. عسلامة ومرحبا بكم في وقاية زانيمو، السؤال اللي نجاوبوا عليه اليوم هو كلبي كيقوم الصباح ديما عينيه بالدعماش، نورمال؟ تعملي ترابي الكلاب باز راك نهار قمت عينيك بالدعماش وتغزر صاحبك الكلاب تقع عينيه زاده بالدعماش وقد تقول سامع شنو هذايا؟ كيما العباد بالضبط، دمعه مع تفش مع غبره مع ميكوز يتخلطوا مع بعضهم يخرجوا من الكوميسيور انتيغن نتاع العين باش العين تقعد ديما نظيفه. باغ كونت كان تقوم الصباح وتقع عين كلبك معبين بالدعماش وحمر، وقتها وقاية تهزو يطل على البيطري نتاعو. سينو كان كل نهار قاعد تقوم وتقع عينين كلبك بالدعماش ثبت في البقعة اللي يرقد فيها، تنجم تكون قاعد يقعد في بقعة معبية بالكورونتير وإلا معبية بالغبرة. كيما بوغ لي بيبي، نظافة عينين الكلاب حاجة لازمة، أما مش باش نجيو نحطوا أي برودوي ولا أي حاجة في عينيه، هذاك علاش فما أن برودوي كونسيو سبيسيالمون لتنظيف العينين واللي استعماله ياسر سهل. يكفي أنه نحطوا 3 غوت في العين ومن بعديك نمسحوا العين. بيان سور ديما المسح يكون السونس نتاعو من الداخل نتاع العين للبرا، وكيف باش نبدلوا بين العين والعين نستعملوا كومبريس اخرى، معناها مش نفس الكومبريس باش الله لا يقدر فما حاجه في العين اليمين ما تعديش العين اليسار. اون سكي كونسيرن الكونتور دي زيو، كيما نجموا نفس البرودوي نحطوها على كومبريس، اي جي بيان كومبريس مش قطنه باش ما تخليش التفش نتاعها في العين، سواء نستعملوا دوك الكومبريس نتاعنا سواء نستعملوا اللانجيت بيان سور في الكونتور نتاع العينين مش في وسط العينين. ونزيدكم نصيحه اخرى، من المستحسن انه ديما تقصوا الشعر اللي هابط على العينين نتاع كلابكم. دو ان باش يكون الرؤيه خير له، ودو دو باش ما يتلمش برشا تفش بحذا العينين. ما ننساوش شنو العين اورغان فراجيل، معناتها من فرعوش كلبنا برشا، وديما نحاولوا نقلبوا الاكسبيريونس نتاع تمسح له الدعماش من عينه للتمسيح على الكلب. سيتي وقايه زانيمو، تنساوش تعملوا لنا ابوني على الباج انستغرام تاعنا زانيمو تونيزي. سينو ديما تنجموا تكلمونا كان عندكم موضوع ولا سؤال تحب نحكي فيه في الحلقه القادمه على واتساب تكستو ولا فوكال على 20 43 43 43. شو نهاركم زين، عبي حيوانات. مواصلين معكم في برنامج نهاركم فل على قناة الحوار التونسي، مرحبا بكم. النصيحة متاع اليوم لازم تتبعوها في لا سيليكسيون دو جور مع نوتر اكسبير أسامة سولي، على خاطر باش نحكيو على الطريقة اللي بها تختاروا لو بون فون دو تان اللي يمشي مع التان متاعكم، اللي يمشي مع المناسبة يمكن زادة اللي انتم فيها، البلاصة اللي انتم فيها، بلاصة فيها ضوء بروجيكسيون وإلا لي في النهار بور لا سواري. هذا الكل يجاوبنا عليه أسامة السولي اللي هو خبير تجميل. ولكن قبل خلينا نخرجوا نشوفوا الفيتير هذا في علاقة بالموضوع، ومن بعد نرجعوا نستقبلهم بعدنا في البلاتو.
رجعنا معكم في برنامج نهاركم فل، وكنا نشوفوا معك أسامة سولي في الموديل اللي عملت عليها، يعني خدمت عليها الفون دو تان اللي هو اسانسيال بروفيشنال ميك اب. اسانسيال بروفيشنال ميك اب، فوالا اكزاكتومون اسانسيال بروفيشنال ميك اب روما. فوالا هي سي اون من روما، مارك ايطاليان. اكزاكتومون سي اون مارك ايطاليان، مازلت كي هبطت لتونس. وانا امباسادور دو لا مارك، ولي نمثلها وبرسمي ان برودوي لازم العباد يجربوه. احنا شفنا الريزولتا، فما هكا ان كو ديكلا في الوجه محلاه. اكزاكتومون، اهم حاجه ديما يسالوا عليها العباد الكل، واي كليونت كي باش تاخذ فون دو تان تقول لك اعطيني فون دو تان تكون في ايدغاتاسيون en même temps يعطيني ان اكلا وما يبداش شيح على الوجه، اي سورتو il s'oxyde pas بعد وقت. فوالا دونك هذاك اكثر حاجه عجبتني، وانا دابيتود كي نحكي على برودوي ديما نجرب قبل ونشوف بعد ثلاثه اربع سوايع شنو يعطيني على الموديل اللي قدامي باش نجم نخرجوا للمارشي، اسكو نخدم به اسكو لا. دونك جربت و ساتيسفي بالتجربه. اسانسيال بروفيشنال ميك اب معناتها اذا كان هو سي ان تري بون برودوي وانت جربته تشكر فيه، دونك اون افي نجم نقولوا le bon choix fait le produit. Exactement. Qu'a de choix fait teinte ou couleur. Il y a une étape très importante où les professionnels qui font qu'ils sont malien sont. En fait, l'abd, je ne vois pas les tmes chama. Femme a un choix, un homme essentiel professionnel make-up. Pratiquement, femme a choix fait les teintes alcool ou ahem page les teintes. Maintenant, nous sommes dans le Méditerranée, c'est fameux. Les hommes jouent le Méditerranée. Dimanche, nuance interne, on a une nuance jaune de beige naturel. البيش فاني على البيش سابل اللي هي نيونس اللي فيها شويه صفوريه، يعني مانيش كيما لوروب اللي يبداو بيض برشا، اللي لهنا نحكيو على نيونس روزي، ومانيش كيما ليزافريكان اللي نحكيو فيهم على نيونس اورانجي. دونك احنا جماعه الميديتراني بصفه عامه عندنا نيونس جون، وهذيك اهم حاجه اللي تلقى الشوا الكل عند اسونسيال. تري بيان، دونك في لي شوا اللي موجودين جوستومون عندهم، اذا كان تجيك كليون تحب تنصحها باش تقول لك انا كيفاش نختار لو بون فون دو تان في علاقه باللون. وشنو هو الاخطاء ايفيتي؟ معناتها كي جينا نختار شنو نعمل؟ انا ما نكذبش عليك، باش لقيت لو بون فون دو تان جربت وطحت وقمت باش وصلت. هي طريقه سهله برشا، احنا ساعات كي تمشي باش تاخذ فون دو تان تلقى لي كونسي يعطيوك يقول لك جرب فون دو تان على ايدك، اوكي هي حاجه غلطه. خاطر دابيتود الايد ماهيش كيما لون الوجه. هذه هي حاجه غلطه، دونك كي باش نجربوا فون دو تان ديما نحكموا على الرقبه. ما نحكمش على الوجه، يعني باغ اكزومبل اذا الوجه اغمق من الرقبه لازمني نعمل فون دو تان افتح باش يعطيني نفس لون الرقبه، والعكس بالعكس. داكوغ. دونك اذا الرقبه غامقه والوجه فاتح لازمني نغمق الوجه شويه باش يعطيني مع الرقبه، خاطر الغوبيغ نتاعي هو هذا، اذا باش نعمل حاجه عكس في الوجه باش تعطيني ديكالاج في الوجه. كونتراست خايب ياسر. كونتراست خايب ياسر. واللي يبدا لون وجهه كيما رقبته، دونك يعمل حاجه اللي هي كيف كيف، واللي هما زاد لي ميلونج نجمو نتحصلوا بيهم على فون دو تان. يتمشى معنا في الحالات الكل. جوستومون باش نسالك، معناتها هوني الميلانج معناتها ممكن واحد يخلط، اسكو يخلط من زوز دو فون دو تان ولا يخلط دو زون ديفيرونت في وجهه؟ باهي، اذا عندنا وجه في ديزامبيرفيكسيون كيما شفنا على الموديل ديجا اللي عملناها تايرا في الفيديو. ايوا محليها بليزامبيرفيكسيون طلعت هكا. اكزاكتومون. يعني عملنا من الاول كوريكسيون صغيره، اللي استعملنا ان كوريكتور اورانجي غطينا به كيلكو امبيرفيكسيون، ومن بعد بدينا نخدموا في الفون دو تان تاعنا واللي هو عطاتنا كاموفلاج توتال ليزامبيرفيكسيون الكل. دونك يبدا عندنا دو طون في الوجه اللي هي بارتي فاتحه بارتي غامقه، نحاولوا نصلحوا بان كوراكتور اي ابخي نعملوا فون دو تان. مي باغ كونتخ في تخليط لي فون دو تان ساعات باللي تستعمل ولا تشوف جام كامله الالوان اللي فيها الكل تلقى حاجه ما تمشيش معك، دونك لهنا ما نحيروش، نجموا ناخذوا زوز، وحده فاتحه وحده غامقه، وبهم هما الزوز نجموا نطلعوا احنا اللي طانت نحبوا عليهم الكل. داكور، دونك كل عاده باش تعرف انت كيفاش تجرب، وكيما شافوا في الفي تي اخ اللي انا الموديل حطيت لها تغوا طون دو فون دو تان، فوالا واخترنا اكثر حاجه قريبه الوجه. يعني انا تعمدت باش نعمل هكاك باش يشوفوا تغوا طون، وديجا ديك تشوف باش تعرف شنو اقرب حاجه ليها هي، وهي اللي خدمنا بها وكملنا بها لوك كامل. فوالا، الشوا جوستومون تاع الكولور، واذا كان انت اخترت اون بون مارك كيما كنت سمينا اسانسيال بروفيشنال ميك اب، تو نا با دو بروبليم في معناتها نقولوا احنا في التونو، معناتها لو فات باش تقعد بها سوايع الكل. تقعد لونك تونو، اي سوكسيد با، تعطينا ريزولتا كيما احنا نحبوا. تعرف براتيكمون توا كنت نشوف يظهر لي جربت اكثر من تغوا طانت. اكثر من تغوا طانت. اكثر من تغوا طانت، هكاك يظهر لي شافوا لي طانت الكل وشنو اكثر حاجه هي اللي تمشي. فوالا، دونك قلت لك كي نختار معناتها لو بون شوا باغ رابور او برودوي يقعد لا كولور، هاكا نصحتنا كيفاش نجموا نختاروا لو بون شوا. ولكن هل انه على كل مثلا فصل
ولا كل مناسبه لازمنا اون ادابت الفون دو تان. معناتها واحد في الصيف ساعات اللي بلو برونزي دونك ما يكملش ذهري بنفس الفون تان، كيفاش يعمل في الصيف؟ يزيد نرجع لحكايه انه يخلط الفون دو تان، ياخو غامقه وفاتحه. داكور، وانت لهنا تنجم تستعملي تان تحب عليه من كل. يعني انا كل ما نحب نعمل ميلونج نتاعي نعمل ميلونج نتاعي نجربه لهنا على المونطون نشوف اسكو ماشي مع الرقبه والا لا. داكور، وهكا كان نتحصل على الفون دو تان اللي حاجتي اللي حاجتك بيه. دونك دو تون دو فون دو تان تاخوهم وتستعملهم انت في الميلونج اللي حاجتك بيهم. وعلى حسب انت برونزي ليه؟ بيان سور، نرجعوا لهنا اللي سا ديبون السواغي شنو ديما سا ديبون السواغي اللي عندك والا المقابله اللي عندك، كل واحد لهنا تفرق حكايه الكوفرونس. جور ونوي مشكلة. فوالا، فما شكون يقول لك انا باش نمشي نقرا والا باش نمشي نخدم، نحب كوشه خفيفه تخي رافيني بون مين وكاهو. وفما شكون يقول لك عندي سواغي نحب حاجه بلو كوفرونت حاجه ظاهره اكثر. دونك لهنا كل واحد شنو هو يحب. فوالا، كالعاده اسامه سولي تبارك الله عليك، دغوا بو تعطينا نصايح اللي نجموا نطبقوهم دو سويت. معناتها واحد كي يمشي يشري فرانشمون ينجم يلي بلوز اورينتي باش يختار لو بون فون دو تان. نحب نشكرك برشا اللي جيت بحذانا اليوم. ميرسي لينا. جوست حاجه واحده انا باش نحكي عليها اللي ايسونسيال بروفيشنال ميك اب، راهي ماركه مازالت كي هبطت لتونس. جوست فما اون اوتر اللي ماخذه نفس الاسم مي ماهياش هي بيدها، راهو هذيا ستون اوتر مارك دو اوت جام. يعني اوت جام حاجة من روما هذيا. اكزاكتومون من روما جات. فما تقليد. فما تقليد، نفس اللوجو، نفس الاسم، نفس كل شيء. دونك يردوا بالهم، دونك باش يعرفوا الاصل. يعني يتبعونا احنا، يتبعوا الباج نتاع ايسونسيال، ولهنا يلقاو يعني البرودوي وين يتباعوا اللي هما مازال فما بوان فونت واحد موجود في صفاقس، فما بوان فونت اون ليني، دونك لهنا يتبعوا وتلقاو لي ديتاي الكل. فوالا، دونك اون ليني وين يلقاو لاباج اوفيسيال نتاع ايسونسيال بروفيشنال ميك اب روما. يعطيك الصحة أسامة سولي، ميرسي خبير تجميل اليوم جاب حذانا عرفنا على الجام هذايا وعطانا نصائح كيفاش نختاروا لو بون فون دو تان على حسب التانت نتاع الوجه والرقبه والغلطه نتاع اليدين اللي جربوا فيها الفون دو تان ما عادش تعملوها بالكل. ميرسي وسام، ان شاء الله ترجع بحالنا مره اخرى افيك دوتر كونساي. احنا باش نواصلوا معاكم في برنامج نهاركم فل، وشويه اخر في فاميلي باش نحكيو على لي فامي ريكومبوزي، كيفاش نجموا نشحوا علاقه نتاع زوز عائلات كل واحد كانت عنده حياه صغار، زوز مطلقين باش يعاودوا من الاول جديد عيشه جديده. سهله زعما العمليه ولا لا؟ شنو اهم النصائح؟ شويه اخر اخصائيه في العلاج والتحليل النفسي دكتورة منال عالبوشي جاوبنا على هذه الكل. أما قبل باش نعمل تنقيزة بعد الشيف دالي نتفقد كوجينتنا لليوم. شيف، نشوف في ريحة الكبدة المشوية. وي. شويتها زي ايه؟ هذيك الكبدة نتاعنا، كبدة نتاع الدجاج مشوية، كيما قلنا منافعها برشا باهي كسوا للكبار والا للصغار. دونك هذه السلطه نتاعنا، عملنا كور دي ليتو، زدنا عليه شويه طومات سوغيز، زدنا عليه شويه روكيت، طيبنا كل الكبده. كور دارتيشو. فوالا، وزدنا كور دارتيشو، وتو الخيط فروماج ياسر باهي، ويساعدك انت ليندا هذايا. دونك فروماج من غير ملح، فروماج مريح سون سيل. دونك هذا الفروماج هذايا باش نزيدوه للسلاط. تخي بيان. حتى السلاطه نتاعنا مفوحه، الارتيشو زاده كيف كيف مفوح وفيه الملح، الكبده، دونك فيها باس كي نزيدوا عليهم شويه فروماج. تحب نقص معاك فروماج؟ وي. وريني كيفاش نقص بطريقه نتاع الشيفين. فوالا. المره فاتت مع الشيف امين عملنا باغي على قصين التفاح، عملت انا دي كوب هو دي كوب. ربحت. هو شو هو النتيجه نفسها. دي كوب، اما هو طريقته نتاع دي شيف، عملت تك 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 تك، فهمت؟ غلبني شوي. دونك قلنا نمشي على روحي ولا نستناك؟ قص كيفاش تحب تقص انت؟ دي كوب نورمالمون اون كوب يبدا. انا ناخذ وهذه كنقصوها. فوالا، تحب دي كوب كبار ولا صغار؟ باهي متوسطين، باش يبداو ظاهرين في السلاطه نتاعنا. هكا. فوالا. باهي. تبارك الله عليك ليندا. شفت شايف شفت ديما غلط فيا راهو شايف امين. كي يعرضك قول له. متني عليك. باهي تخي بيان. فوالا. دونك هذوما لي كوب نتاعنا. ومن بعد باش نلانسيو ديسير شيف. الديسير. اللي هو ذكرنا كرامبل اللي هو بالبوم. فوالا بالبوم. والكريمه تختيني نتاع بنوازيت نتاع فانواز جديده. اي. والكريمه تختيني زاد كيف كيف سبيكيلوس زوز. باهي. فوالا دونك بالنسبه مش توا احنا باش نعملوها، جوست خليني نكمل ليندا بنحط البطاطا والسفناريا في وسط الباحث. دونك جوست نقول لك على لي زانغريديون اللي حضرناهم. دونك 120 غرام لوز ملحي، 120 غرام سكر غلاس وبتاع فانواز، ومش ناخذوا كيف كيف زاد 120 غرام تاع فارينه، هذوما الكل، وباش ناخذوا معاهم زاد كيف كيف المارغرين، باش نخلطوهم بالكدا وقت العجينه هذيك الكرمبل باش نفتفتوها شويه وندخلوها للفور. باهي. اوكي. هذاك الكرامبل نتاعنا. الكرامبل التفاح
خذينا كعبة تفاح قشرناهم حطيناهم في الماء والقارص باش نوريهم بعد كيفاش نحطوا التفاح من اللوطه ومن بعد داك الكرنبل هذاك نعاود ندخلوهم للفور نحطوا كعبة شويه كريمه تختينين من فوق باش يذوب عليهم تري بيان رابيد افيكاس طياره برشا نرجع بحذاك بعد شويه ماله بالنسبه للديسير نتاعنا شيف دالي واحنا اونتر تان كيما قلت لكم موضوع اليوم نتناولوه في فاميلي نحكيوا على لي فامي ريكومبوزي كيفاش نجموا نجحوا علاقه وقت اللي زوز يعاودوا حياتهم زوز مطلقين زوز عندهم ساعات صغار عندهم حياة وراهم وعائلات وغيره هل بالسهل شنو أهم الصعوبات اللي يلقاهم والطريقة اللي بها ينجموا ينجحوا العلاقة هذية كيفاش يوضحوا الخطوط العريضة لإعادة بناء العائلة هذية لفامي ريكومبوزي بعد بنخرجوا فاصل مع الإشهار رجعينا رجعنا معكم مرة أخرى في برنامج نهاركم فل على قناة الحوار التونسي مرحبا بكم معنا من جديد برنامج ياسر مهم برنامجنا مهم نحكي الغبغيك غبغيك فاميلي ياسر مهم اليوم على خاطر الموضوع اللي باش نتناولوه يخص برشا عائلات اليوم تونسية اللي قاعدة تعيش في التجربة هذية أمام ارتفاع نسب الطلاق ساعات ما يدومش برشا ساعات راهو دي جون كوب اللي تلقوا في بعض الحالات بالصغار دونك بعد مديدة برشا يحبوا يعاودوا حياتهم من أول وجديد إعادة البناء هل هي سهلة ولا ليش؟ شنو أهم الصعوبات والتحديات اللي يلقاوها زوز أشخاص مطلقين باش يعاودوا حياتهم من جديد خاصة إذا كان كل واحد من ناحيته عنده صغيرات وشنو ما الحدود والليغاق اللي يزم يحطوهم باش ينجحوا العلاقة هذه باش جاوبنا على هذا الكل معنا اليوم ضيفتي منال العلبوشي أخصائية في العلاج والتحليل النفسي تحضر معنا في البلاتو مرحبا بك منال العلبوشي أخصائية في العلاج والتحليل النفسي مرحبا بك نور مرحبا بك نورتنا اليوم في البلاتو دونك اليوم باش نحكيوا على الموضوع هذا وباش ندخلوا بعد شويه باكثر تفاصيل في الصعوبات والتحديات اللي لقاوهم والطريقه اللي بها ينجموا يتعاملوا مع الاشكاليات هذيا اما قبل قديش مهم الحديث والحوار قبل ما يسكنوا تحت سقف واحد معناتها هل كافي حبوا بعضهم اي برا نعرسوا نسكنوا تو بعد فوغيا مزور نكتشفوا بعضنا ولا مهم يحكيوا قبل المات لي غراند ليني معناتها ديجا هذو ماهمش وحدهم باش يكتشفوا بعضهم وحدهم اي دي زونفون فما صغيرات بذات. في النص وصغيرات هذوما جايين بيئه اخرى من اسره أي. اخرى سابقه ديجا عندها قيم مختلفه عندها عادات واساليب تربويه مختلفه لذا لازمنا نحكيو ونحكيو على بوان نجمو نعديوهم نقبلوهم في طرق التربيه والحاجات اللي ما نجموش نستغنيو عليها باغ اكزومبل فما شكون اللي راه اللي وقت النوم هذاك هو ما يزموش تبدل فما دي بارون ما يقبلوش كيزوز ولا شكرات لصغارهم حكيت بسيطه تبان من الاول اما لازم نحكيو فيه طب نحكيو فيهم من بعد شويه ولكن خلينا نمشيو نشوفوا تيمونياج مع دي فامي ريكومبوزي يعطيهم الصحه اللي عطاونا حكيو لنا على التجربه نتاعهم كيفاش يزون فيكو معناتها اعاده البناء هذايا بين زوز عائلات كل واحد عنده سون فيكو كل واحد عنده ساعات صغار وكل واحد كيما قلت انت جاب معاه عيشته عاداته كل شيء بعد كنت حب نعلقوا على التيمونياج انا تو عمري 37 سنه معرس بمراه نديد انا وياها في العمر هي كانت معرسه وطلقت وعندها بنوته مخذ الحضانه بتاعها علاقتنا من الاول فما برشا ناس في الانتوراج بتاعنا رفضوها سمعت برشا كلامات كلام كان موجه لي انا بالطبيعه في شنو ناقصك تبارك الله عليك صغير عازب تاخذ في واحده مطلقه وبصغيرها وبرشا كلام من النوع هذا حتى في عائلتي سمعت برشا كلام وامي رفضت من الاول انها تخطب لي قالت لي ما نرضاش عليك وما نحضرش لعرسك وبالوقت فهمت عائلتي انه المراه هذه حشي بها ونحبها تعبنا برشا وتحدينا الناس الكل توا عندنا عم ونص من اللي عرسنا ومستناو في صغير الحمد لله العلاقه ناجحه وعايشين متفاهمين انا مطلقه توا عندي 5 سنين عندي ولد عمره 7 سنين تعرفت على شكون هو زيد معناها مع الرس وعنده ولد عايش معاه حبينا بعضنا قررنا باش نعرسو وطوا بريسك عنا عامين معرسين من الاول الحكايه معناها كانت سهله بالنسبه ليا خفت ما تنجحش العلاقه معني بحكم الزوز عندنا صغار وعايشين معنا خاصة الناس القراب لينا معناها من العائلة والأصحاب قالوا لي راهو مش بسهل معناها راجل باش ياخو بلاصت بولدك ويقبل صغيرك معناها انو عايش معاه ولا ينجم يتفاهم معاه من الأول الحق لقينا برشا صعوبات باش نتأقلموا العائلتين مع بعضهم ماما بحكم الوقت بيانسور جاوزنيهم قعدنا معاهم حكينا تفهمنا حبينا نقنعوهم وحاولنا انه معناها صغارة واحنا عائلة واحدة وراكم انتم اخوات وبشوية بشوية بتبع على صعيب الكل وسهل وطبعا الحمد لله لباس عايشين ومتفاهمين
Voilà, donc سمعنا deux témoignages de familles recomposées, زوز متلقين عندهم صغار والحالة الأولى أعزب مع متلقة عندها صغير وكيفاش معناتها كلهم قالوا لقينا صعوبات لقينا تحديات لقينا معناتها أهم جوستمون الصعوبات التحديات اللي يعرضوا النوعية هذه من الكوبل قبل ما نخلطوا للي غيغل أمبوزي جوستمون شنو ينجموا مشاكل اللي تعرضهم حتى كان حكيهم من الأول وعملوا حوارات مش كيما يعيشوا تحت سقف واحد كيما التيوري كيما البراتيك شنو الحاجات اللي نجموا أهم صعوبة هي اللي قلت لك عليها قبيلة أن أسلوب تربية يكون مختلف بين الاثنين ولذا أهمية الحوار ما بيناتهم صعوبة ثانية أن نحن نبجل واحد على حساب الآخر مثلاً باش ما تخسرش شريك حياتها جديد المرأة تبجلو على حساب ولدها ولا العكس على خاطر تخاف الحضانة تمشي لبوه تولي تبجلك صغير اللي يولي فريمون ان انفون تيران يعمل كل شيء في الدار على كيفه وكاش شريك جديد يحس روحه اللي هو في اقصاء تام من العلاقة دونك يفو فير لا بار دي شوز il faut faire la part des choses ونكونوا عادلين باش ما نحكموش على العائلة الجديدة هذه اللي هي تفشل قبل ما تتكون D'accord. Donc, ثاني حاجة عنا هو الكونفليت دو لويوتي ديجا صغير بعد ما يخرج من الفشل نتاع العلاقة نتاع أم وبوه باش يكون فراجيليزي وديستابيليزي دونك باش يحسك الفشل نتاع الزواج كاينو أبوندون اللي هو شخصيا كاينو هو ما كانش أسي بيان باش يخلي أم وبوه مع بعضهم دونك كيزيد بوه ولا أمه يختار شريك جديد يحسوا أن دوزيام أبوندون كاينو حد واحد جديد جاي باش يفك له بلاصتو دونك لذا لازم نقعدوا مع الصغار أون تيت أتيت نحكيو معاهم نأكدوا لهم اللي نحن نحبوهم ونهتموا بهم اللي حد ما باش يفك لهم بلاصتهم أو سان دو لا فامي هذا هي برسك أهم تحديات تواجه الصعوبات اللي ينجموا يلقاوها هوني فما كلمة قالتها اللي دخلت معنا المشاهدة في التيمونياج مهمة برشا قالت لك من الأول مشيش صغير يحس أنه باش ياخذ بلاصة بوه هوني كيفاش نفرقوا أمي لي راجل أنه راهو حد ما ياخذ بلاصة حد ونفسروا للصغار أنه راهو بوك موجود إذا كانوا موجود وصار جوست طلاق وراهو هذا الشخص ما يعوضش بوك كيفاش نجمو نعمي لي ريغل وشنو ما لي ريغل اماتر اسكو اليوم الصغير كل واحد يعطي يربي صغيره ويعطيه لي ريغل الشريك الاخر ما عندوش الحق يتدخل في تربيه الصغير البارتنير نتاعو باش ما تصيرش يمكن مشاكل حساسيات كيفاش تصير طريقه التعامل هوني هو بالعكس راهو شريك جديد عنده مسؤوليه تربويه كيما الام ولا البو بالضبط لازم يكون متدخل اما قبل ما يتدخل ويمارس السلطه نتاعو لازم يبني علاقه ثقه مع الصغير يعني il doit prendre son temps sinon ما يزموش صغير عايت له بابا ولا امي ولا عايت له بابا ولا ماما ما نقصيوش الاب ولا الام القدم والدور نتاعهم كل واحد في بلاصته هذاك طون بوبير هذاك راجل امك ولا هذيك مرت بوك دونك ما نقصيوش البو بالعكس ديما ذكروه اللي عندك بوك اللي عندك امك سينو شنو سالتني يعني هوني ما تنجمش تسبب توترات في العلاقه وقت اللي كما قلت انت كل واحد عنده نظره وطريقه للتربيه ما ينجمش واحد يفرضها على الشريك الاخر كسوا في برشا نقاط ما نعرفش حاجات معينه اختيارات دي شوا في الحياه هل انه الصغير هوني ما يبداش بيرتوربي عنده بو حقيقي انه باش يربيه بوه بيولوجي فما امه فما شريك حياه امه ولا بوه اللي باش يتدخل زاده في تربيته لهوني اسكو ميسيل شي يكون موجود حاضر والا يقعد اديستانس في نقولوا احنا علاقه احترام متبادله من غير ما يتدخل في حاجات يمكن تخص صغير البارتنير الاخر معناتها من الاول صغير باش يخاف تفي نورمال انه هو يكون يخون في امه ولا بوه الحقيقيين كيبني علاقه مع زوج الام والا مع زوجة الأب دونك نحاولوا نطمنوه كصغير هذاك نفسروا له اللي بوك في بلاصته وأمك في بلاصتها هذايا هوني مش باش يعوضوا أما نحن هوني باش نبنيو عائلة جديدة باش بوك ولا أمك يواصلوا حياتهم بطريقة طبيعية فوالا هوني المشكل يمكن في الصغير نجموا نتناولوه من جانب آخر نفسي تحضير الصغير أنه يقبل العلاقة نجم بيدو بسيكياتري يمكن يتعمق في الموضوع لكن احنا اليوم نحكيو على ليزادولت مثلا والكبار كيفاش ترى انه هما باش يحافظوا على علاقتهم زاده وينجموا ينجحوها كيفاش ينجموا يحطوا خطوط حمراء دي راجل وين تبدا حدود وين تقف وين معناتها كيفاش تصير طريقه النظام حتى في التعامل مع الصغار ولا حتى في علاقتهم ببعضهم
باش تقعد ديما فما نقولوا احنا الاحترام المتبادل، ما تصيرش تشنجات توترات او عيط لي على صغيري او حيلت مع صغيرك هاو. معناتها فما حاجات حساسيات من نوع هذا تنجم تتخلق. الكوبل كيفاش ينجم يبعد على الاشكاليات هذوما؟ ديجا كلمه صغيري وصغيرك ولدك ولدي ما لازمش تكون موجوده. نعيطوا لهم بسميهم ماذا بينا في الدار. يعني ما نعيطوش ولدك ولا شوف ولدك شنو عمل، سينو يحس روحه كانه هو فشل في تربيه ولده ويدور عليه ونخلقوا وقتها توترات في الفامي. كان عندنا اي اعتراض على حاجه شفناها ولا حاجه ما عجبتناش تصرف بها الصغير، نجبدوا البارون نحكيوا معاه. مش انت تدخل مباشره، ما تدخلش مباشره من الاول، سخطوا من الاول ما تدخلش. من بعد نجم تمارس سلطتك بطريقه طبيعيه، اما بعد ما تبني الثقه مع الصغير هذاك، من بعد ما يطمن لك، من بعد ما الا كري ان يان داتاشمون معاك، يقبل منك مثلا النقد والا يقبل منك انك انت تعطيه نصيحه دون لو بون سونس. هذا شنو تقصد معناتها؟ هو اهم حاجه لازمك توفر له الحب والاهتمام، كيحسك مهتم بيه وتحبه وتعدي في وقت وانت تتت معاه وتخرجوا عملوا اوقات سبيسيالي هو وقتها باش يطمن لك، وقتها مش تغشش باش تقول له حاجه. ندور ندور من غير ما نشعر ندور نرجع نحكيوا على الصغار ديما في العلاقه لوخ كفما لي دو ادولت اللي هما نقولوا احنا المفتاح لانجاح العلاقه. ما بين لي راجل فما تنظيم اللي عطل مع بعضهم لي فواياج اللي عنده الامكانيات انهم يمشيوا لدي ميزون دوت ولا يخرجوا بور فير دي اكتيفيتي مثلا العائله الكل مع بعضها. معناتها فما كوتي مشرق زاده في العلاقات هذه يمكن اللي يخلي بعض العلاقات تنجح اذا كان يحضروها مليح. هو بالعكس نتبعوا نصايح انجح دمع. انجح من الزواج الاول، خاطر هما واحد منهم ولا زوز خارجين من فشل الاول. فوالا شنو معناتها؟ يسعوا لانجاح علاقه ثانيه، تعلموا حاجات وتعلموا من اغلاطهم القديمه وباش يحاولوا ان هما ينجحوا العلاقه هذيا ما بيناتهم. التحدي الكبير هو كيفاش نجحوا العلاقه هذيا في ظل وجود اطفال من زواج سابق. هو هذيك هي المشكله. ولو انه مش ديما المشكل هو فقط الاطفال، معناتها هو خدمه كبيره مع على هما زوز كاشخاص، والاطفال يلعبوا ذولي دور مهم كبير برشا زاده. وفما لوجيستيك، فما حتى ساعات امور ماديه تدخل اون كونتاك، ولا معناتها التنظيم يظهر لي لازم يكون على جميع المستويات باش ينجحوها العلاقه. هو ديجا يلزمنا كلنا حتى فامي ريكومبوزي ولا فامي نورمال نحن نخصوا اوقات للفامي. شو معناتها؟ باغ اكزومبل ميركودي ابخي ميدي نهار الاربعاء العشيه سي ساكري للعائله، نحن نخرجوا نعملوا دي سورتي اون فامي، كان عائله عاديه ولا ريكومبوزي، اللي نحن يكون عندنا حاجات كيما لي كونسي دو فامي نتلموا الكل على طاوله واحده ونحكيو نعبروا شنو يزيدنا. دونك خاطر الصراعات حاجه موجوده في العلاقات الانسانيه العاديه الكل. المشكله وين؟ كي ما تخرجش، كي ما نعبروش عليها تولي دي نون دي تخلينا نوصل للانعزال والانتوال، تنجم تسبب في امراض نفسيه كيما حتى الدبريسيون. جوستومون لطف علينا احنا هذا كل نحكيو عليه باش ما نخلطوش للمرحله هذيا. هو نحبوا بالعكس انه علاقات من نوع هذايا تنجم تنجح، تنجم تكون طريقه لاعاده بناء على شلي وفرصه جديده نوفو ديبار للزوز اطراف. نحب نشكرك برشا من العلبوشي اخصائي في العلاج والتحليل النفسي اللي حضرت معنا اليوم في روبريك فاميلي، حكينا على لي فامي ريكومبوزي. وكيما وعدتني شيف قلت لي ما نخلط معاك على الديسير نتاعنا الكرامبل نتاعنا. فوالا دونك اول حاجه حطينا كيما قلنا 120 غرام سكر كلاس محور وحطينا 120 غرام زاد كيف كيف لوز وباش نمشي نجيب 120 غرام فارينه. دونك خذينا نتاع ليبيدور، فارينه نتاع ليبيدور فوالا، فارينه باتيسير. هذوما ثلاثه شايح مع بعض. وي هذوما كل في شايح. داكور وي دونك هذوما نذكروا باش نحضروهم للكرامبل نتاعنا. فوالا دونك يلزمهم كل كل خد خد. اي فوالا ونخلطوه. نخلطوهم بالكدا بالكدا. انا باش نعطيك ليندا 120 غرام زادك، لا مش 120 غرام، هذه باش نعطيك 50 غرام. 50 فوالا 50 غرام مارغرين جولدينا. وانا هذاك علاش ما حطيتش برشا جولدينا، انا على خاطر باش نزيد نحط شويه حليب. اي باش تجينا أكيد قرميش هذيك. باش يولي كرامبل على قاعدة. دونك شوية حليب نتيلي. تخي بيان. دونك هذا باش تعملوا شيف بعد؟ توا هذوما
بعد ما نهجوهم بالكدي بعد ما خدينا كيبات التفاح نتاعنا قشرناهم وحطيناهم في الماء والقارص وحطينا معاهم شويه قرفه باش نحيوهم باش ناخذوا المول نتاعنا نحطوا التفاح باللوطه ونحطوا الكرنبل هذاك اللي هو هذايا اللي بعد باش نفتفتوه بشويه بشويه ومن بعد ندخلوهم للفور اما قبل ما ندخلوهم للفرن نحطوا الكريمه تحتينا باش كي يخرج يخرج ذايب هذه حاجه ياسر بنينه انت كل شيء حاضر عندك جوست هذايا تو باش تكمل تخدمه وتدخلوا وندخلوا للفور دخلوا وحده المره الاولى وتخرج تحط التفاح والكريم وتعاود تدخل مره ثانيه بعد ندخلوه مره اخرى باه مالا نتلاقاو في الدريساج فينال جوست ليندا سامحني دونك عندي كيما قلنا مش نعملوا كيبتين احنا مش نعملوا وحده بالوي مش نعملوا وحده بالكريمه تحتيني نوازيت جديده هذا برودوي جديد نتاع فانواز وحده اللي كنتي بالسبيكيلوس كيفاش عرفت لي خاطر تحب السبيكيلوس تحب السبيكيلوس خاطر هذه ذقناها ما كنت فاكره عملت لنا بيتزا وي عملنا بيتزا سكري دونك عملناها بالبوفلي والمره هذه بالكرامبل بالسبيكيلوس بالسبيكيلوس اتوت الوغ نتلاقاو ان شاء الله في الدريساج فينال شيف اوكي اونتخ تو انا باش نهزكم الفقرة تبدل حياتك اللي فيها ديما نجيبوا مواضيع يخليونا نعيشوا اكثر مرتاحين لو بيانيتر نتاعنا مهم حاجه هيلثي حاجه في علاقه بكل ما هو يكون راحه لينا في حياتنا اليوميه نحكيوا على الريتونسيون دو المشكل هذا في شنو يتمثل شنو الاسباب نتاعو علاش يظهر عند النساء اكثر من الرجال اي سورتو شنو الحلول باش نتخلصوا من الريتونسيون دو اللي ساعات واحد تلقاه يقول لك انا البارح حاجه تجي قد اليوم ما عادش وانا نحس ساقي منفوخين اكثر من العاده هذا كل جاوبنا عليه اخصائيه التغذيه مريم التوكابري في بدل حياتك جوست بعد ما نخرجوا فاصل مع البيب راجعين رجعنا معكم في برنامج نهاركم فل على قناة الحوار التونسي مرحبا بكم إن شاء الله المواضيع اللي نتناولوا فيهم في كل مرة قاعدين يعطيو فيكم في الفايدة في النصيحة في البلوس avec nos invités et nos experts في بدل حياتك حابين جوستمون نحكيو على موضوع اللي يخص برشا ناس اي سورتو سورتو نساء نعرفوا علاش نساء يمكن أكثر من الرجال مشكل الريتونسيون دو في شنو يتمثل الإشكال هذايا كيفاش نفيقوا بروحنا عنا الريتونسيون دو شنو الأسباب وخاصة الحلول اللي تنقص اسمها كالريتونسيون دو هذيك في البدن اخصائيه التغذيه مريم التوكابري اليوم جاوبنا على هذا الكل مرحبا مريومه يعيشك وبيك نورتنا ميرسي بوكو يعيشك الوغ مريم مانيش غالطه ساعه كي نقول لك الريتونسيون دو يظهر اكثر عند النساء من الرجال اي صحيح سي فري طب بعد تقول لنا علاش اما قبل ساعه ديفينيسيون وقتاش نحكيو على الريتونسيون دو كيفاش نفيقوا عبد عنده نفخ سمنه ريتونسيون دو كيفاش نفرقوا معناتها الريتونسيون تاع الماء هي احتباس الماء نلقاو الماء في الميليو اكسترا سيلولير الجسم نتاعنا متكون من خلايا فيها ماء بيان سور وفما الماء اللي يجي لبرا من الخلايا واللي هو يعطي احتباس الماء كيف يزيد في البدن نلقاو النفاخ دونك ينجم يكون في الوجه ينجم يكون في اليدين ما نجموش نلبسوا الخواتم في الساقين يخلي تراس نتاع الصباط تو سامبلومون كي ننزلوا على البوم نتاعنا في البارتي اللي هي منفوخه تقعد لا تراس نتاع النزله فوالا دونك هذيك سي كون عندنا اون ريتونسيون دو كونفيرمي هذيك ديجا سيني الاولى بالضبط باهي مناش تجي الريتونسيون دو من شنو بالضبط مشكل نتاع ماكله ولا مشكل اخر خارجي في البدن مشكل صحي اي هو فما دي فاكتور عوامل ما فماش اسباب مباشره دونك نلقاو اول حاجه العوامل الوراثيه دونك نلقاو في عائله مثلا تقول لك بالحق امي وخالتي عندهم برشا نفاخ دونك هي فور بروبابل يكون عندها كيف كيف النفاخ الاحتباس نتاع الماء نلقاو الاسباب الهرمونيه سي بور سا نلقاو عند النساء اكثر من عند الرجال الاستروجين في البدن نتاع المراه هو اللي يخليها ديما التون لك ستوكاج نتاع الماء نلقاو بيان سور لو فاكتور اش تقول لك والله بالحق بعد سن الامل بديت نحس في روحي وليت نتفخ برشا فوالا هذوما نسميهم لي فاكتور اندوجين اللي ليي للعبد بيدو وفما لي جين دو في واللي هي اوغوزمون كي نحن نتلهو بها تنجم تلغي لي فاكتور الاخرين. تخي بيان. دونك الماكله نتاعنا شنو فيها شنو ما فيهاش شرب الماء نشرب الماء والا لا اي سورتو لا سيدونتاريتي اذا كان نقعدوا برشا واقفين والا قاعدين. باهي برشا ناس وهذا ما نعرفش فكره غلطه ولا صحيحه انت صالحي لنا يقول لك انا تلمو عندي ريتونسيون دو يولي خاف ما نحبش نشرب الماء. الوغ كو ذولي العكس شرب الماء جوستومون بالضبط هو بالنسبه لشرب الماء راهو البدن ساعات كيف يخاف من نقص شرب الماء يولي يصير احتباس الماء معناتها يولي الماء يتشد اكثر في الجسم نتاعنا خاطر كان ما نشربوش الماء ونقعد ناكلو نورمال ريزيرف يعني اكزاكتومون والماكله اللي باش ناخذوها تكون فيها الملح حتى كان مش مالحه برشا يولي الملح هذاك مع قله الماء فما ان ديزيكيليبر دونك باش يولي الماء الملح يشد الماء
بالعكس احنا باش نصلحوا اي سورتو باش نجموا نحسنوا الدوره الدمويه واللي هي من خلالها باش تحسن الدوره الليمفاويه لازم نشربوا اكثر ماء. باه انت حكيت على اسباب متعدده الهرمونات، حكيت على نقص شرب الماء، على الوقفه برشا، على امور وراثيه، ولكن في عاداتنا الغذائيه شنو الحاجات اللي تزيد تعمق الغيتونسيون دو؟ هل صحيح مثلا يقول لك الملح برشا مالح، الناس تاكل برشا 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 مالح يزيد يعمق مشكل الغيتونسيون دو؟ اي جوستومون هو اللي يعمق هو برشا ملح، دونك الملح نحكيو سورتو الملح الابيض سيل دو تابل، دونك اللي نزيدوه في الماكله نتاعنا سورتو نلقاه في الخبز نتاعنا، حكينا مال فات على الخبز في تونس الخبز مالح برشا اكزاكتومون، نحكيو على الشخص الملح الاخر ليه هذيك الملايا ولا انواع ملح بالضبط هما اقل. شوف هو الاناس هي الكلورور دو صوديوم، الصوديوم هو اللي يعمل احتباس الماء وهو اللي يعمل المشاكل الصحيه الاخرى. بالنسبه للاملاح الاخرى نلقاو فيها الصوديوم اما بالنسبه اقل، مش معناها ما فيهاش، دونك لهنا جوست نحكيو على احتباس الماء ماناش نحكيو على لوريجيم سونسيل. خديك حاجه اخرى دونك لازمنا نلغيو جميع الاملاح. بالنسبه للريتونسيون نتاع الماء قد ما نقصوا في الصوديوم، دونك باش نبعدوا على كل ما هو دي شاركوتري، كل ما هو جبونات مالحه، الملح اللي نزيدوه في الماكله نتاعنا، لي فاست فود، فما ناس تعيش برشا بالحاجات هذوما. فما ناس تبدا قاعده وبحذاها الملاحه، كل حاجه تزيد فيها الملح. اي دونك هذاك راهم الاسباب ديريكتومون باش يعمل الريتونسيون نتاع الماء. مع قله شرب الماء بيان سور، دونك تجي مع بعضها انه الماء باش يولي يتحصل في الميليو اكستراسيور تحت الجلده، ودونك هذاك اللي باش يخلي احتباس الماء يظهر ويولي من بعد يزيدنا في التاي ونحسوا واحنا قاعدين نزيدوا في البوا. فوالا ساعات واحد يقول لك نفس الحوايج في معناتها في ساعه في ساعه ما عادش قد يوليد. جوستومون باش نبعدوا على الاشكال هذايا شنو هما الحلول؟ ديجا انت حكيت لنا على حاجه اللي هي شرب الماء وتنقيس في الملح، ولكن هل فما حاجات اخرين؟ وهل بخلاف الماكله والحلول الاخرى باش تقولهم لنا لو مساج ينجم يعاون؟ اي بيان سور باش نبدا بالسؤال الاخراني، لو مساج يعاون بالكدا، دونك لهنا على خاطر معناتها معناتها اللي بهم الفايده هما لي كيني، معناتها لي براتيسيان اللي ينجموا يعرفوا خاطر هما باش يتبعوا لو دريناج لمفاتيك، نحكيو على السيركيلاسيون لمفاتيك كيفاش تصير، دونك باش يتبعوا لو سيركوي اكزاكتومون، باش ينجموا يعاونوا على معناها باش ينقصوا من الاحتباس نتاع الماء هذايا، نحكي في لو كا نورمال مش في لو كا باثولوجيك، ماناش نحكيو على لي زوديم، خاطر هذاك افيك ان سيركيل معناتها يلزم ريكومونداسيون من الطبيب المباشر، اما دون لو كا جينيرال معناتها في احتباس الماء لي مساج يعاونوا بالكدا. توا في الماكله نتاعنا نحكيو على تنقيس الملح اسونسيلمون، نحكيو على شرب الماء بالكدا، نحكيو على البوتاسيوم، دونك باش الناس يتناساوه، البوتاسيوم نلقاوه برشا في الخضره الخضراء، دونك نحكيو على السبناخ، المعدنوس، اللوبيا الخضراء، القناريه وغيره، نحكيو على البنان والدقله، دونك لهنا في لي ريجيم امانسيسون اول حاجه يعملوها ينحيوا البنان والدقله على خاطرهم سكري. اما ينساوا اللي هو اللي هما فيهم برشا بوتاسيوم، والبوتاسيوم هذاك باش يعاون القلب دابور ينظم دقات القلب، سيركيلاسيون سانغين تتحسن، وهو اللي يلفا كونتر بالانسي اكل الملح. دونك الناس تلقاهم ياكلوا بوتاسيوم بالكدا هما اكثر الناس ينجموا يتخلصوا من الماء الزايد. داكور دونك البوتاسيوم ينجم يعاون برشا في لي زاليمون هذوما نلقاوه، فما ناس تحب تاخذ دي كومبليمون هذاك بتاتخ اخصائي يتبع والا طبيب ولا نوتريسيونيست. دونك اخر سؤال في علاقه بالموضوع، انت قبيله قلت يمكن الوقفه تنجم تكون من بين الاسباب لا سيدونتاريتي، كيفاش السبور يلعب دور يعاون انه ينحي الريتونسيون؟ دونك جوستومون لهنا نحن نحكيو على ان موفي روتور فينو، معناتها الدم ماهوش قاعد يرجع من الساقين للفوق، اي دايوغ سي بور سا كيف نرقدوا في الليل في لا بوزيسيون الونجي الساقين باش يعاودوا يرجعوا الدم. دونك لا فيسي باش تتعبى، وهذاك علاش نحسوا فما معناها الحاجه للتبول في الصباح، وهذاك الكل راه الماء زايد. دونك يقول لك سي فري انا كي نقوم الصباح ساقيا مفشوشين، اما يدي هما اللي منفوخين والعكس في النهار. هوني دونك الناس اللي يقعدوا برشا ويلبسوا مع حاجه محزوقه لي ميبا لي سانتور هما اكثر ناس باش يعطلوا لا سيركيلاسيون سانغين، دونك لهنا باش تصير عندهم انت الاحتباس نتاع الماء. صحيح الخدمه نتاعنا تفرض انه باش نقعدوا قاعدين نهار كامل برشا ناس، دونك سبور هوني ولا واقفين كيما شاف دالي. اي دونك ربي يعينك شيف، ما الحمد لله ما سبورتيف ما عندكش دونك فوالا لهنا ماذا بينا معناتها 30 مينوت دو مارش باغ جور مينيموم، دايوغ هذايا اللي تنصح به المنظمه العالميه للصحه، والا ان سبور على خاطر باش يخلينا نعملوا دي موفمون اللي هما سيانتيفيك، معناتها يبداو دي موفمون ريتمي سيركيلاسيون بالضبط، دونك باش يسهلوا سيركيلاسيون نتاع الدم، وهو اللي باش يخلي الدوره الليمفاويه تتحسن ويخرج الماء ويخرجوا لي التوكسين من البدن نتاعنا. تخي بيان يعطيك الصحه، نشكرك برشا مريم توكيبري اخصائيه تغذيه اللي حضرت معنا اليوم، فسرت لنا اش معناها ريتونسيون دو، كيفاش نفرقوا بين انت هي ومشاكل اخرى في البدن
وكلو تيست بتاع البلاصه اللي تقعد في البدن والحلول اللي بها نجمو اون ايفيت الاشكال هذه بتاع الريتونسيون دو. ميرسي بوكو كان ضيفتنا اليوم في بدل حياتك. احنا ديريكتومون باش نمشيو للروبريك 619 اللي فيها ديما نحكيو على حاجات تونسيه سورتو كي تبدا حاجات تقليديه. باش نمشيو لقريه من القرى الجبليه في الوسط الغربي نحكيو على صنعه 100% تونسيه المرقوم الامازيغي اللي تخدم بالطريقه الامازيغيه القديمه في الشكل في الالوان اللي حافظ على الطابع نتاعو. دونك مرقوم التونسي الامازيغي نشوفوه في روبريك 619 ومن بعد نرجعو. ربح مثل العرب. انا مولوده عام 56 وتعلمت عام 74. جي الربيع يدخل مارس نبدو نحو في يززولنا البركوسه الاول نحو القيع، وبعد كي يدخل بعد شهر بعد مارس نحو يزز على بعض. نغسلو تلقاها واحده بالززتين واحده بثلاثه زايز. احنا وفرت الماء وننشروها ونشعشعوها بالمطرق، وبعد تالي نمشو نجملو تويزه ولا واحده وحدها. الزرابه نحو البخانيق نحو المرقوم نحو الكليم. بكري كانت المراه تعيش اولادها من المرقوم ومن صنعتها، تو ما عادتش. وصلنا لوقيت الديغوستاسيون مع الشيف دالي. معكم انتوما وانتوما حاضرين تتفرجوا في الريزولتا فينال، وسيغتنمون من لي زانغريديون تتوقعوا هكا شنو هو الجو اللي يحب يطيب نفس الحاجه في الدار. اكيد تابعونا في حلقاتنا كل يوم. شيف دالي اهلا وسهلا. سلايطه هي للحقيقه لي كرامبل بالتفاح كيف كيف انا هادو كذا بالنوتيلا اللي فوقها كي الكيبه وهذا بسبيكولوس. هذيك بسبيكولوس نتاعك انت. يعطيك الصحه شيف. هات نبداو بالشربه الفوره. دونك الشربه مفوره بالحم العلوش. بالحم العلوش دونك بالكتلات. خذينا الكتلات الحيمات تبارك الله باهين وهبره ما شاء الله اليوم تاع كوستيليا، وبيان سور زاد خذينا شربه مفوره تاع ليبيدور. بيان سور وزوزناها بالهريسه والطوماط دوبل كونسونتري تاع سيكام، وحطينا شويه الخضره نتاعنا وقرين الفلفل في الاخر. هذايا بالنسبه للشربه مفوره. سلطتنا سلطه بنينه زاد كيف كيف عملنا كور دي ليتو. خذينا الكبده نتاع الدجاج شويناها وشرحناها، زدنا عليها الارتيشو وزدنا عليها زاد كيف كيف طوماط سوخيز والزيتون نتاع بهارات وشويه زيت الزيتون الفوق، وما ننساوش اللي اخترنا فرماج نتاع مليح سونسيل. واحنا قبل حكينا على الريتونسيون دو للناس اللي ماذا بها تبعد على الحاجه اللي فيها برشا ملح. هذا اللي تخي تخي فرماج بنين وفخي و 100% حليب. دونك هذاك علاش سلطتنا ماك تظهر مشخشخه وبنينه. بارفي. الديسير الديسير دونك خذينا الكرامبل نتاعنا اللي هو لوز ومرحي وفارينه نتاع ليبيدور. زدنا عليها شويه مارغرين، زدنا عليها شويه زاد كيف كيف حليب نتاع ناتيلي. خلطناهم بالقدا بالقدا بيان سور ما نساوش السكر كلاص. خلطناهم حطينا كعبه التفاح ملوطه كما قاعد تشوف ليندا تو بعد في الديغوستاسيون نحلوها في المول. ومن بعد حطينا اكل الكرامبل نتاعنا هذاك بعد ما طيبناه في الفور، زدنا حطينا الفوق وجمرناهم بالقدا لين طاب الكرنبل وطابت التفاح زاد كيف كيف. كان حبوا نجم نزيدوا فوقها بوله نتاع كلاص. دونك هذايا بسبيكيلوس وهذايا بالكريم نوازيت نتاع فانواز برودوي جديد. ميرسي يعطيك الصحة شيف. وأنا واضحة وإحنا ديما مع حاجة حلوة كيما هكايا بعد لا نعملوا ديغوستاسيون نتاعنا نعملوا قهوتنا. نمشيو للكوان كافي في الجولدن كوفي ولا هوني نعملوا قهوتنا مع الحاجة الحلوة. هذاك علاش نتفقد ريما اليوم باش تفرح بينا. ريما اليوم مع جولدن كوفي. مرحبا. مرحبا. اليوم جبت لكم الجولد نتاع الجولدن كوفي. قهوة سوليبل بنينة وخفيفة على الآخر. ونفكر مشاهدينا أن الجولدن كوفي موجودة في مايتيك جوميا تالوس بوانتين تكنو برو وزوم انفورماتيك وسبيس نت. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة ريم على اللي اخترتوا لنا اليوم برودوي هذايا جولدن كوفي. نقول لك اتوت الوغ بعد ما يحضروا القهاوي اللبناني ديما تودنا بهم من عند جولدن كوفي. شيف احنا اون فا باسي لا ديغوستاسيون. اونتر تون نحب نقول ان كران كران ميرسي لاميا بيوتي لاك دو على الشعر نتاع اليوم الكوافور، وكيف كيف ان كران ميرسي الميزون نارسيس مجرين بور لو مكياج d'aujourd'hui.
حلقة نهاركم فل اي اوسي جو فو رميرسي فوكسال على لا تنو نتاع اليوم في نهاركم فل نو سبونسور الكل اللي معنا في الحلقة في الكوجينة تبارك الله الشيف عندك الخير والبركة كل يوم تصنف لنا البنة هذه الكل اي بيان سور نشكركم انتوما زيدا الناس اللي قاعدين تتفرجوا فينا اللي كل يوم تكونوا حاضرين بالمشاهدة بالتفاعل كيف كيف على الباج نتاعنا نهاركم فل على انستغرام والا على الفيسبوك ميرسي ا توت ليكيب تكنيك الناس اللي يخدموا في لي كوليس ان تري غران نومبر قاعدين ils assurent الحلقات نتاعنا في نهاركم فل في كل مره من ليكيب تكنيك من اللي في الريجي من لي جورناليست وكيف كيف الشيف دالي ان غران ميرسي ليك انت اون باس على ديغوستاسيون راح نتلاقاو غدوه ان شاء الله حلقه جديده من برنامج نهاركم فل على قناه حوار تونسي في الامان